يا اهلا بكل حضراتكم، عوده من جديد لعشرة الصبح في الاهلي واولى فقراتنا الحواريه. طبعا الاهلي زي ما حضراتكم عارفين تاهل بالفعل لنهائي دوري ابطال افريقيا، وبكده هيواجه الوداد المغربي. طبعا عندنا تفاصيل كتير هنتكلم فيها عن لقائي الذهاب والاياب ما بين الاهلي ووفاق سطيف، وكمان اكيد تفاصيل اكتر هنحب نتكلم عنها فيما يتعلق باللقاء النهائي مع ان شاء الله الوداد المغربي. كل ده هنتكلم فيه مع كابتن احمد سلامه، مهاجم حرس الحدود ومنتخب مصر السابق اللي منورنا في حلقتنا النهارده. صباح الفل عليك. صباح الفل استاذ كريم، كل سنه وانت طيب. صباح الجمال. صباح الخير استاذ ناوي. انت شكلك سهران. سهران وسهران. يا والله يعني انا يمكن في تغييرات على طول. انت يعني انا ما عنديش وان واي، يعني انا عندي متغيرات. حلو التغيير، جميل. حلو جدا. خليني بقى ابدا معاك بمباراه امس، معلش. وفكره هنا لان هاخدك للرايين، اوكي؟ خلينا نعرض كل اوجه النظر واشوف انت بتميل لاني. البعض امبارح شاف ان اداء الاهلي كان متوسط، وكان ممكن ان هو يحسم يعني المباراه في الدقائق الاولى زي ما كان عندنا من غير ما يدخل فينا اي جوال، والبعض قال لك لا، في كان مشكله عند الشناوي. الراي الثاني بيقول لك لا، كان في مشكله عند الشناوي ولا كان ادائنا متوسط، احنا لعبنا مباراه زي ما تستحق، ما كانتش محتاجه مجهود اكتر من كده. انت كده رايح، والتاهل الى حد ما بنسبه كبيره انت كنت يعني حاصل عليه، فبتميل لانهي وجهه نظر؟ انا شايف انه الاهلي بدا المباراه بشكل جيد جدا، بادر يعني بالضغط العالي على فريق وفاق سطيف، وقدر ان هو يحقق هدف في بدايه المباراه، يمكن في الدقيقه 2 تقريبا من بدايه المباراه. كنت امل انه يستمر الاهلي بالشكل ده كنوع من الـ من الـ من المعنويات العاليه للفرقه قبل مواجهه الوداد في النهائي. يمكن باقي اسبوعين على المباراه، لكن ده طول الوقت انت في بطوله افريقيا بتربط المباريات ببعضها. مع نهايه اخر مباراه لعبتها محقق نتيجه ايجابيه بشكل جيد. الفرق اللي موجوده في دوري الابطال فرق كلها جيده، ولكن الاهلي حاجه مختلفه تماما. الاهلي عنده شخصيه مختلفه خالص، عنده اهداف مختلفه خالص، عنده طموحات مختلفه خالص، عنده امكانيات وقدرات للاعبين واجهزه فنيه واستقرار نادي على اعلى مستوى، عنده جماهيريه كبيره جدا، عنده دوافع. يمكن الشخصيه اللي انت بتتكلم عليها كابتن احمد هي دي اللي نهاوند بتتكلم بموجبها، ان في ناس قالت لك لا، ده في تراجع ملحوظ بين قوسين كده لا يتماشى مع شخصيه النادي الاهلي. هو بالفعل حصل تراجع، انا يمكن كنت هرجع لدي، حصل تراجع بعد الهدف ده. حس لعيبه النادي الاهلي بان المباراه سهله، بالذات انه في اكتر من 10 دقائق او ربع ساعه الاهلي متسيد المباراه بشكل جيد جدا بعد الهدف كمان. فده ادى انطباع للاعيبه الاهلي انه المباراه اوكي خلاص، مباراه على الهادي جدا، مباراه رتم اهدى بقى بالريتم، مش ضروري اعمل مجهود كبير، عندي مباراه في الدوري، عندي خلاص انا وصلت للهدف اللي انا عايزه او التارجت، ان انا كسبان على ارضي 4 وجيت هنا كسبت 1-0. للاسف مع المباراه بدات او مع سير المباراه بدا فريق وفاق سطيف ان هو يرجع تاني او يعود تاني للمباراه، وبدات الحماسه شويه مع الجماهيريه والارض وانه برضه فريق مش قليل وفرقه ند للنادي الاهلي او فرقه ند في البطوله ووصل قبل النهائي، ففريق عنده برضه امكانيات وعنده قدرات بالزبط. قدر يرجع، عندهم 2 لعيبه قدام بن عياد ده وجابو، 2 لعيبه جيدين جدا بيقدروا ينقلوا اللعب بشكل كويس، يعني هو بيقدروا ينقلوا اللعب بشكل كويس. انا شايف ان الاهلي ادى مباراه على قد حجم المباراه، هو ما طلعش كل طاقته او 100% من طاقته، هو طلع على قد اللي انا محتاجه واحتياجاته من المباراه. وانا شايف انه ده برضو يعني بيميل لبعض المدارس في الكوره، انه مش ضروري انا اجهد لعيبتي قوي ما دام انا خلاص الموضوع بالنسبه لي. وعلى فكره الوداد عمل كده، يعني الوداد برضو ما كانش بيلعب هي مدارس مدارس يعني ممكن واحد يقول لك لا انا لازم، انا عايز نتائج، انا ماليش دعوه، انت طلع اقصى حاجه وهات لي نتائج، يعني هات لي التاريخ بالظبط للتاريخ زي ما حضرتك قلت. ممكن في ناس بتبص لها ان انا عايز التاريخ بتاعي يبقى مثلا نضاف له مكسب جديد، نضاف له يعني سكور عالي حاجه كده بالظبط. فانا شايف انه لكن الاهلي قدم مباراه، خد منها اللي هو محتاجه، صعد للمباراه النهائيه، بنبارك له طبعا. ان شاء الله يعني تكون مباراه الوداد اخف كمان من مباراه وفاق سطيف ان شاء الله. انا شايف انه الاهلي لو خد المباراه بجديه وبشخصيته اللي احنا متعودين عليها او اللي عهدناها عليه،
او عهدناه عليها. انا شايف ان الاهلي هيعمل مباراه كبيره جدا. نادي الوداد فريق جيد ومنظم، ولكنه مش الفريق المرعب او الفريق اللي هو بقيمه النادي الاهلي. النادي الاهلي في المواقف الصعبه دي بيظهر بشخصيه غريبه جدا، يعني بيظهر فعلا بطل، يعني بيظهر فعلا، بالذات ان انت عندك كمان البطوله دي ليها طابع خاص. يعني البطوله دي هتبقى الثالثه على التوالي، هتبقى ال11، هيبقى ليها دوافع تانية عند اللعيبه داخليا، ودوافع كمان خارجيه ان انت عايز تفرح جماهيرك يعني. فانا شايف انه بتعمل يعني الخطوات اللي اتخذت لغايه دلوقتي كلها ماشيه في نفس السياق بالظبط. انا بتعمل كمان، هو الاهلي واخدها في اتجاه ان انا بعمل ريكورد، يعني او بعمل حاجه برضو للتاريخ، يعني بسجل حاجه لشخصي او لكياني، لكيان النادي الاهلي. فانا شايف النادي الاهلي هيقدم مباراه كبيره، بالذات ان النادي الاهلي لما بيتحط تحت ضغوطات او يتحط ان هو يحس ان هو في حد على محك، يعني على محك او حاجه، بيظهر بشخصيه مختلفه. كمان حته ان هو يتلعب المباراه على ملعب ده ملف، ده عايز لسه يعني، ده انا بتكلم في الحته دي كمان. دي بتدي دوافع اقوى للنادي الاهلي كلاعبين، مش العكس بالظبط. بيدي دوافع اكتر للاعبين. يعني انا ايام ما كنت بلعب كوره كنا لما بينطرد مننا لعيب او نحس ان احنا في حد جاي علينا او حد او احنا ناقصين حاجه معينه، ودي تعتبر النادي الاهلي ناقص حته تكافؤ الفرص او الانفير او انه ما فيش عداله في القرار ده، انه انت بتلعب على ارض حد تاني منافس ليك او خصم ليك، وبتلعب على ارضه في مباراه نهائيه المفروض ان هي تكون على ارض محايده تماما. ولكن بصرف النظر عن النادي الاهلي، عودنا طول الوقت ان هو بيقدم حاجات احنا ما بنتوقعهاش دايما، وفي المواقف الصعبه دي بتبان شخصيته بشكل كويس. فعلا هي نقطه، بص يعني اتكلمنا فيها كتير وغيرنا اتكلم فيها كتير، بس هي فعلا تظل عليه علامات استفهام غير مفهومه، لان خصوصا هي السنه الثانيه على التوالي ان الاتحاد يختار ملعب النهائي قبل ميعاده، فيعني برضو دي غريبه شويه. على كل حال هو كان عنده 15 يوم كان ممكن يعمل، لكن هو زي ما حضرتك قلت يعني اوكي خلاص، يعني كان يقدر يعمل حته انه يعني انا اديني ملعب محايد بالظبط. يعني انا حتى لو انا حطيت مثلا من بدايه او يعني في اثناء سير البطوله وحطيت مثلا ملعب معين، بس لقيت الملعب ده هيتلعب عليه احد طرفي النهائي، ما ايه المانع ان انا مثلا اعمل كنوع من انواع الفير بلاي او الحياديه او التكافؤ الفرص، ان انا اعمل، وده دور انت صاحب قرار الاتحاد الافريقي، انت صاحب القرار، محدش هيعترض عليك يعني، مفيش حد وراك فعلا في قرار زي ده. بس انا شايفه ان دي هتكون في صالح الاهلي، انا شايفه هتثبت الايام اللي جايه الكلام ده فعلا. انا دي ميل لهذا الراي، انا كمان من الناس اللي بتميل للراي ده او للاحساس ده، ان الاهلي يعمل مباراه كبيره جدا جدا ان شاء الله، وهيحصد البطوله الثالثه على التوالي، وده هيكون ريكورد كبير جدا للنادي الاهلي اللي عودنا دايما على انه بيكسر الارقام القياسيه. قبل ما نروح معاك للماتش النهائي، تعالى برضو في ضوء مشاهدتك للقائي الذهاب والاياب ما بين الاهلي وفاق سطيف، تعالى نعرف منك اكتر ناس كانت واخده عينيك في ارضيه الملعب من النادي الاهلي. هتلاقي مثلا اكيد الاراء هتختلف من واحد للتاني، لكن غالبا هتلاقي ان بيرسي تاو من ضمن الاسماء اللي دايما بتبقى واخده العين بتحركاتها وبالخطوره اللي بيشكلها. حد زي عبد القادر، يعني انا شايف، تعالى نقف عند الاسمين دول مبدئيا. تمام، انا شايف انه يعني في ناس كتير جدا جدا يعني بتشكك في بيرسي تاو لانه بيضيع اجوال كتير، ولكن انا عندي بيصنع اجوال اكتر بالظبط. انا مش قصدي ان هو دي حاجه سلبيه او هي سي ممكن تتعالج مع الوقت، لكن اهم حاجه ان اللعيب ده يكون عنده فعلا قدرات وعنده رؤيه وعنده فيجن واسع، او عنده يعني عنده حاجه هو شايف، يعني عنده، هو لعيب بصير كويس جدا، لعيب متحرك كويس جدا، لعيب بيقدر ينقل الفرقه من نص الملعب او من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه بشكل صحيح. كويس، تحركاته كلها واعيه جدا، شايف الملعب بشكل اوسع، متعاون مع زمايله بشكل كويس، بيأدي ادواره الدفاعيه الهجوميه. يعني انا شايف ان هو عنده مميزات كتير جدا بيرسي، ومؤخرا بدا يسجل برضه بشكل كويس في مباراه وفاق سطيف على ارض ملعب النادي الاهلي ملعب وي. انا شايف ان هو قدر ان هو يقدم مباراه كبيره، احرز من خلالها هدفين وصنع هدفين. شايف ان هو لعيب بيفرق كويس جدا لما بيكون في الحاله بتاعته المزاجيه. انا بحس ان هو لعيب مزاجي اكتر، هو لعيب بقدرات عاليه جدا جدا، ولكن بيحتاج عوامل نفسيه، بيحتاج يتعامل نفسي كويس، ما بيحتاجش الضغوطات قوي. يعني هو من اللعيبه، هو يعني بيرسي تاو دلوقتي بقى بيحل لك مشكله
كان او يعني بقى بيعمل لك واجبات قفشه دلوقتي حتى لو ما بتلعبش بقفشه في الملعب. يعني لما بتحب تلعب 4 3 3 او 3 4 3 اللي هي ما بتحتاجش قفشه اللي هي 4 2 3 1 اللي هو رقم 10، لما بتحتاجش تلعب برقم 10 بيرس تاو بيكون على الطرف وبيضم لجوه بيعمل لك شغل قفشه، يعني بقى بيعمل الواجب بتاعه اللي هو وينجر بلاير بدليل الاسيستات اللي بيعملها بنعوم بالظبط. يعني انت المباراه اللي فاتت وفاق الصيف هو عمل نفس الاسيست، واحد من ناحيه اليمين وواحد من ناحيه الشمال. الاسيست الاولاني عمله لمحمد شريف، استلم وعمله لمحمد شريف من ناحيه الشمال بتاع النادي الاهلي، وبعد كده امبارح برضه في مباراه وفاق الصيف في المباراه امبارح برضه استلم وحط لشريف برضه بنفس الكيفيه وبنفس الباص السهل ده اللي هو ما فيهوش مشاكل، بيجي من على طرف الملعب بيدخل في العمق يستلم ويعمل الباص لمحمد شريف. فانا شايف ان هو بيرس تاو اضافه كبيره جدا. احمد عبد القادر بقى، احمد عبد القادر نوعيه نفس، يعني انا شايفه انه احمد عبد القادر مستقبل كبير جدا جدا للكره المصريه مش للاهلي بس. يعني انا شايف ان هو مستقبل كبير جدا، لعيب عنده امكانيات كويسه جدا، عنده استغل الفرص اللي بتجيله لان بالزبط. مش اي حد تجيله فرصه ويقدر ان هو يثبت نفسه. شفنا اسامي كتيره ما استغلتش الفرص بلا ذكرها دلوقتي، عبد القادر من الناس اللي استغلت صح بالظبط. وهو كمان لسه هو من النوعيه اللي بيطور من نفسه بشكل دائم ومستمر. يعني انا شايف ان هو بيتطور. يعني لما جه الاهلي في اول مره ما كانش بنفس قيمه اللاعب بقيمه لعبه، هو اتطور بقى تقيل في الملعب، ما بقاش لعيب صغير، لا بقى لعيب تقيل. ليه؟ عارف بيتحرك ازاي، عارف امتى يباصي، امتى ياخد قرار، امتى يسدد، امتى لو ما بيروح على المرمى ما بتخضش، ما بيحسش انه الموضوع ان الزوايا مقفوله، ان انا مش عارف اباصي. القرارات اللي قدام المرمى دي بتحتاج شخصيه كويسه، بتحتاج واحد طول الوقت رافع دماغه لو قدر على اتخاذ قرار في كسر من الثانيه. طيب هنستاذنك، هنطلع فاصل سريع ونرجع بعد كده نكمل كلامنا معاك. كابتن احمد سلامه لسه مكمل معانا وعندنا لسه ملفات كتير عايزين نتناقش فيها. بونجور مره ثانيه. بونجور. كنا بنتكلم عن بعض اللعيبه وادائها اللي اختلف والاداء التطور كمان على الارض اللي شفناه من خلال بيرس تاو واحمد عبد القادر. محمد شريف عاد مره ثانيه برده بصراحه زي ما كنت بقول في بدايه الحلقه، يمكن هو نزل ومن خلال ست دقائق من فتره نزوله لاحرازه للهدف الثاني واللي خلانا يعني نتعادل، فست دقائق فعلا بيثبت ان هو لاعب محترف رغم بعض الكلام اللي اتقال، رغم بعض التقليل اللي البعض كان بيحاول يقوله عن محمد شريف، لكن هو بيرد على الارض، فدي حاجه محترمه جدا. فبتشوف برضو التلميحات الغريبه اللي على اللعيبه، التلميحات اللي على موسيماني، ورغم ان انت لما تيجي تتكلم بلغه الارقام والبطولات وغيره بتلاقي ان الموضوع فيه تناقض كبير جدا. هو احنا عندنا جزئيتين، جزئيه محمد شريف انا شايف ان هو فعلا اضافه كبيره، في تطور في الاداء بشكل كويس على مستوى محمد شريف وعلى مستوى اللعيبه اللي تحت منه بالظبط. يعني الثلاثه اللي هم لو بنلعب ب 4 2 3 1 وفي بلاي ميكر واثنين وعلى الاطراف وفيرود، فانا شايف المجموعه دي كلها مجموعه متطوره بشكل كويس، واللي بيبينهم بشكل جيد ان هم في حاله من اللامركزيه موجوده. يعني ممكن تلاقي بيرس تاو داخل لجوه، ممكن تلاقي حسين لبره، ممكن تلاقي طاهر في القلب، ممكن تلاقي ما اعرفش ده اللي بيلجا ليه موسيماني بقاله فتره او يمكن مباراتين ثلاثه. هو ده التطوير، ده التطوير بالزبط. ان انا مش ثابت في مكان واحد، مش ليا سيستم لعب معين او خلاص هو ده، ولو اتقرى سيستم اللعب ده خلاص انا فشلت او ان انا خلاص تعطلت مفاتيح اللعب بتاعتي. أيوة. لا انا عندي طول الوقت تحركات هي بوعي، يعني تحركات تبان يعني لا مركزيه او يعني مش في تداخل كتير زي التغييرات اللي عملها موسيماني. لو تحديدا احنا هنتكلم عن مباراه كمان بالامس، التغييرات البعض في البدايه كان يقول لك ايه لازمتها، هو ده ليه حصل، هو التغيير ده ليه حصل دلوقتي، بس اثبت تغييراته او اثبت التغييرات ان هي صح بالذات جداً. في تغييره رامي ربيعه كمان انه نزل مكان مهاجم او يعني لعيب وينجر يعني. فانا شايف ان هو اكيد مستر موسيماني بكل خطوه بياخدها او كل مثلا قرار بياخده اكيد مدروس بشكل جيد، اكيد عنده فريق عمل بالزبط. بشكل جيد عنده مساعد كابتن سامي قمصان من المدربين كبار جدا جدا وعقليه محترمه جدا في وهو حتى كان شكره في المؤتمر الصحفي لان هو كان موسيماني بيقول انا كنت تعبان بقالي يومين، فكابتن سامي كان قايم برده. كابتن سامي شخصيه جميله جدا على المستوى الانساني وعلى مستوى الرياضي، يعني هو راجل كتخصص كمدرب، هو على مستوى عالي جدا.
بيقدر يتعامل في المواقف دي بشكل كويس، بيقدر يكون سبورت للمدير الفني بشكل كويس. انا شايف ان وسبورت دي مش ان انا طول الوقت معاك صح غلط، يعني اكيد ممكن لو صححت لك معلومه فانا سبورت ليك، لو صححت لك موقف فانا سبورت ليك، لو سبتك تغرق فانا اكيد انا كده مش داعم بشكل جيد. لا، الكابتن سامي من الناس اللي على المستوى المهني ممتاز. النادي الاهلي بيشتغل على تفاصيل صغيره جدا جدا وسابق بيها، يعني سابق فرق كتيره بيها بالتفاصيل دي. مستر موسيماني من المدربين الجيدين، يمكن انا بختلف معاه شويه في حاجات في توقيتات التغييرات يعني ممكن ينزل مثلا حد مكان حد وبعد كده يعدل، ينزل حد تاني ويطلع ده لقدام شويه ويجيب اللي نزل ده مكانه. فدي لو هو نزل كل حد يعني اكيد بيبقى ليه وجهه نظر، بيبقى بيجرب في بعض الماتشات، بيجرب ان هو يحط ده بس الاول 5 دقائق اشوف مثلا ده هيتماشى، لو مش هيتماشى ممكن يزق لقدام شويه ويبدا ينزل بحد على طول يلعب يرجع لطريقه لعبه طريقه اللعب المعتاده ليه. فانا شايف ان هو ده يمكن، بس انا بشايف انه لما برجع تاني للقصه بلاقي ان هو طول الوقت لا ناجح، بيحقق التارجت اللي معمول او اللي مطلوب منه. لو هو في بطوله الامم الراجل او دوري الابطال، الراجل بيوصل للنهائي، واخد بطولتين قبل كده في الدوري، بيوصل يعني منافس لاخر لحظه باخد البطوله، او يمكن الموسم اللي فات بس اللي كان استثنائي بالنسبه للنادي الاهلي او بالنسبه ليه، لكن كان واخد قبلها بطولتين في نفس السيزون او في نفس الموسم. فانا شايف انه لا، المستر موسيماني بيطور طول الوقت. انا بس عندي مشكله صغيره كنت بتكلم مع الاستاذ كريم فيها في الفاصل، انه في التكتلات الدفاعيه لازم مستر موسيماني يشتغل عليها كويس جدا، بالذات ان انت عندك لعيبه بتعرف تتعامل مع الاماكن المسافات الصغيره او الاماكن الضيقه دي. عندك اللعيبه زي بيرسي تاو وزي احمد عبد القادر بيعرفوا يتعاملوا بشكل كويس، عندهم القدرات اللي تاهلهم ان هم يتعاملوا بشكل كويس. انت عندك طاهر وعندك حسين بيحتاجوا مساحات كبيره شويه عشان سرعات وحاجات كده، وعندك 2 بيعرفوا يشتغلوا في المساحات الضيقه. اقدر بقى انا احط اللعيب او اوظف اللعيب او احط اللعيب المناسب في الوقت ده او بالظبط في المكان ده او في وقت ما يكون في تكتلات، يبقى عندنا بيرسي وعندنا عبد القادر، ما يكون في مساحات واسعه ممكن احط طاهر واحط حسين شحات. فانا شايف ان هو يقدر بتفاصيل صغيره يضيف اكتر، لكن انا شايف ان هو شغال بشكل جيد جدا مع لعيبه النادي الاهلي وفي تطور. هو مشكله بس خط الظهر بس عندنا في النادي الاهلي محتاج شويه يعني يقفلوا اكتر، يبقى في انضباط اكتر، يبقى في ان احنا يعني نتيجه حرص الدفاعي اكتر. نتيجه 2-2 مش لازم انا العب يعني مباراه قصاد وفاق الصيف، مش لازم ادخل يعني مش لازم يجي فيها جوال، يعني لازم كنت اقدر اطلع من مباراه 2-0 مفيش مشكله خالص، بالذات انت بتقدم شكل هجومي جيد. بالظبط. طيب قبل برضو ما نكمل كلامنا عن اللقاء بقى المرتقب ان شاء الله بين الاهلي والوداد المغربي، في حاجه شويه بتبقى ملفته للنظر لكثير من الاهلاويه والله وكمان والغير الاهلاويه، فكره ان الاهلي بيتالق قاريا وبيتالق حتى عالميا، لكن لما تيجي للدوري لا ممكن يبقى لك تحفظات. يعني لو هنبص على اخر 3 لقاءات للنادي الاهلي في الدوري المحلي، احنا خسرنا من المصري بهدف، وتعادلنا بدون اهداف مع الجيش، وتعادلنا بهدف مع سيراميكا كليوباترا لو انا مش غلطان، وفي نفس الوقت تبص لطريقه اللعب وجودته وتقارنها بطريقه اللعب وجودته افريقيا هتحس ان في فرق. طب احنا اشمعنا يعني، والمفروض ان انت افريقيا بتلعب فرق اقوى بكتير في بعض بالزبط. الاحيان من الفرق اللي انت بتلعبها بالزبط. محليا في الدوري المحلي بتاعك. طب ايه الحكايه دي؟ هل احنا بنقوى مع الاقوياء والعكس صحيح، ولا الدنيا بتمشي ازاي؟ بالظبط زي ما حضرتك قلت كده، يعني بلس انت عندك هنا الانديه المصريه بتتكتل دفاعيا بشكل جيد، يعني بتعرف تقفل كويس، يعني حتى سيراميكا كليوباترا طريقه لعبها هجومي نوعا ما، يعني بتلعب كره هجوميه شكلها حلو، وعندهم الامكانات كلاعبين كافراد، عندهم يعني لعيبه جيده جدا بتعرف تنقل اللعب من الدفاع للهجوم، وبتعرف تسيطر على الكره، تعرف تستحوذ على الملعب او على منطقه المحاوره في نص الملعب. لكن انا شايف انه قصاد النادي الاهلي بيتكتلوا، يعني قصاد النادي الاهلي بيقفلوا بشكل جيد، هم عارفين قدرات الحلول الفرديه اللي كنا لسه بنتكلم عنها. بالظبط هي دي القصه بقى. انا بالظبط هو كان في فتره من الفترات ما كانش فيه احمد عبد القادر موجود تمام، في الفتره اللي هي كان فيها طلائع الجيش وكان فيها ما اعرفش تقريبا برضه سيراميكا كليوباترا، ما كانش فيه احمد عبد القادر، كان لسه ما رجعش من الاصابه، كان مصاب وما كانش رجع، وكان بيتلعب بطريقه اللي هم الاطراف، كان تقريبا
طاهر او حسين، والناحيه الثانيه كان بيرستاو، وقدام كان شريف او كان بيحصل تناوب في الحته دي. فانا شايف ان هو يعني لا، لما بيكون عندك جبهتين، وده اللي كنت لسه بتكلم مع حضرتك فيه من شويه، ان انت لما بيكون عندك جبهتين بنفس القوه، جبهتين مفاتيح لعب، والعمق برضو عندك فيه لعيبه جيده في الحته دي، فانت تنوع الهجوم او محاور الهجوم اللي موجوده لما بتتنوع بتدي افضليه للنادي الاهلي او لاي فريق بيلعب لو عنده الثلاث جبهات شغالين، جبهه اليمين وجبهه الشمال وفي العمق، الجبهتين والعمق، عكس ما يكون جبهه واحده بس شغاله. بيرسي تاو لما بيكون لعيب جيد وبيعرف يتصرف ويحس بخطر، او فريق المدير الفني بتاع الفريق الخصم بيحس بخطر من ناحيه بيرسي تاو، بزق واحد من الديفندرات هناك يعمل اللي هو الدبل بريس، يعني يعمل حاجه اسمها الضغط المزدوج، بدل ما يضغط عليه بواحد بس فبيعرف يفوت منه، بيضغط عليه باثنين، بيعمل دبل بريس او بيعمل سبورت بلعيب من المدافعين اللي هم السنتر باكس الموجودين. فانا شايف ان هو بيعمل ده فبيقلل من خطورته، لكن لما بيحتاج يقفل هنا وبعد كده يلاقي في جبهه ثانيه اتفتحت في الناحيه الثانيه فيروح يقفل هناك، فيلاقي في العمق بالظبط الثغرات هنا بتظهر بقى. فانا شايف انه لا، انا شايف ان هو مستر موسيماني لازم يشتغل. هو طبعا يعني احمد عبد القادر يمكن برضو في سنه اصابات شويه، كل فتره باصابه كده، يعني اتمنى منه ان هو يهتم بنفسه بشكل كويس بتدريباته، انا شايف ان هو يعني مطور من شكله البدني بشكل كويس، ولكن هو يحتاج نوعا ما بس يعني ايه، يبقى يعني ما يكثفش، بس يعني ما يكثفش، لان في عضلات اصلا ما بتحتاجش مجهود بدني كبير، يعني ممكن في عضلات يعني ممكن يحصل اصابه وانت اوريدي بتتمرن بالظبط، يعني ممكن تكون بتتمرن وبتدي، مش معناها ان انت بالظبط مش معنى ان انت مثلا مريح فبترجع بتتصاب، لا ده انت ممكن تبقى اوفرلود اصلا عليك فيبقى اصابه. فلازم يبقى بيشتغل بشكل علمي، او يبقى الفيتنس كوتش اللي موجود هو اللي بيتابعه بشكل جيد عشان يبدا يحط له الاحمال اللي هو. طيب كابتن احمد، عشان الوقت خلاص تقريبا بتاع الفقره خلص، بس انا عايز اروح سريعا جدا لتقييمك، يعني بس ارجوك سريعا لمباراه الوداد وباترو اتلتيكو، لان زي ما كنت بقول لحضرتك في بدايه الفقره، ناس كتير كانت بتقول لك لو الوداد لاعب الاهلي بهذا الشكل احنا اعتبر البطوله معانا، يعني ما كانش الاداء ربما مرضي للعديد، فتشوفها ازاي؟ انا شايف ان باترو اتلتيكو اصلا فرقه محترمه قوي على المستوى الهجومي، يعني المستوى الهجومي فرقه كويسه جدا، وكان صعب جدا الاهلي يلعب قصاد الوداد يلعب قصاد بترو اتلتيكو فاتح خطوطه، كان هيتاثر بشكل كبير. يمكن نفس الطريقه برضو الاهلي الوداد كسبان 3-1 ويعتبر بشكل كبير جدا بيامن، وبترو اتلتيكو فرقه هجوميه اصلا، فرقه عندها امكانيات وقدرات، فكانوا عايزين يعدلوا النتيجه ويصعدوا، يعني كان عندهم فرصه اكتر من وفاق الصيف مع الاهلي، يعني صح. الاهلي قتل المباراه هنا، قتل المباراه هنا، لكن كان هناك مدي مساحه شويه لبترو اتلتيكو، الوداد كان مدي مساحه شويه لبترو اتلتيكو ان هو يهاجم وعنده فرصه، ولكن انا شايف ان الوداد فرقه منظمه دفاعيا كويس، هم بس عندهم الحته يعني الكرات الثابته، جيدين جدا جدا في الكرات الثابته، بيعملوها بشكل كويس وبيسجلوا منها دوما، وعندهم التسديد من بره، عندهم لعيب رقم 8 ده بيسدد اللي هو كابتن التيم ده، رجله كويسه، نحذر شويه الناس في نص الملعب، كان حمدي فتحي او ديانج، او لو ان شاء الله ربنا يرجع عمرو السوليه ان شاء الله الفتره اللي جايه بكويس وفي حالته، فانا شايف ان هو الناس دي لو حته التسديد قفلناها بشكل كويس، لو حته الكروسات ما نعملش فاولات على ال 18 بشكل مبالغ فيه، يعني للضروره بس اقدر اعمل فاول، مش طول الوقت فاولات في المنطقه دي، بيستغلوها بشكل كويس. هم عندهم بقى حاجات سلبيه ان هم في الكرات الثابته عليهم عندهم اخطاء كبيره جدا، يعني نقدر نستغلها احنا بشكل كويس، ربنا يبعت ان شاء الله باذن الله. اطراف الملعب هم بيقفلوا قلب الملعب وبيسيبوا الاطراف شويه، اطراف الملعب بتبقى متسابه شويه، احنا عندنا علي معلول يعني الكروس بتاعه نموذجي ان شاء الله يكون في حالته في المباراه دي، عندنا محمد هاني برده لما بوصل في المنطقه اللي هو قريب من ال 18 بيرفع دماغه لفوق بيشوف اللعيبه، وعمل واحده البيرس تاو الجول الاخير ماتش 4 في فاق الصيف عملها بشكل جيد، وصل لحد جوه ورفع عينه، اللعيبه كلها او كل الناس، انا عن نفسي كنت متخيل هو يعمل الباك باس اللي هو الباص اللي تحت ده للعيبه اللي تحت، عملها هو، عمل كده وحطها لبيرس تاو اللي كان خد خطوه لقدام بذكاء برده، وقدر ان هو يعني يحرز الهدف الرابع. فانا شايف انه الباكين بتوعنا اللي بيكونوا يعني في حالتهم بيقدموا اضافات كويسه قوي على المستوى الهجوم يعني، فان شاء الله بتكون مباراه كبيره ان شاء الله يقدمها النادي الاهلي، لانه يعني هو كبير افريقيا والبطل
البطل المتوج طول الوقت بالقارة، والكفة يمكن أرجح للأهلي يعني، فبإذن الله نشوف مباراة حلوة أداء ونتيجة يعني. أنا شايف، هرجع تاني أأكد على دي، أنا شايف أنه أن المباراة على أرض المغرب، يعني المباراة على أرض لا المغرب لا تقلل يعني من حضور، أنا شايفها هتبقى حالة استنفار كبيرة جدا 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 لعيبة النادي الأهلي والجهاز الفني، وهتبقى حالة من التركيز عالية جدا جدا، وهتقدم مباراة كبيرة جدا إن شاء الله. بس ده لا يمنع إن إحنا حقنا إن إحنا نطالب زي ما مجلس الإدارة برضو بيعمل، لأن ده حق يعني زي ما تقال حق أصيل، فمن حقنا إن إحنا نطالب برضو. إحنا ماشيين في تراكين يعني، تراك إداري اللي هو انت بتطلب حقك، عشان كمان ما يحصلش بعد كده تجاوز، او ما يحصل بعد كده حاله من ان انا مثلا بتغافل عنك، او ان انا مثلا اكني مش شايفك. لا، لازم الاهلي نادي كبير جدا جدا، ما بيسيبش حقه. الاهلي كمان اداره كبيره، الاهلي التفاصيل دي يعني الاداريه بيديروها بشكل جيد جدا، ولكن قصادها الناحيه الثانيه على المستوى الفني، لا مستر موسيماني شغال باللاعبين وجهاز فني فاصلين تماما، ده شغل اداري، وهم ان شاء الله في الملعب واحنا مساندين ليهم بالتوفيق ان شاء الله. واحنا كجماهير بنامل خير ان شاء الله. ان شاء الله عندنا ثقه كبيره يعني، عندنا ثقه كبيره بعد وجودك معانا، وان شاء الله نشوفك على خير قريب ان شاء الله. ربنا يخليك، شكرا جزيلا. سريع جدا يا حضرات، ان شاء الله انا بالنسبه لي التقي بكم على خير بكره الصبح باذن الرحمن. وبالنسبه لنهاوند تلتقي بكم بمجرد العوده من هذا الفاصل، لان هيكون ليها لقاء مهم جدا مع دكتوره دينا ابو السعود، وموضوع اعتقد ان هو يهمنا كلنا. خليكم معانا.